السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم عن فوائد مشروب الكركديه بكل سهولة، وهنعد معاكم الطريقة كمان في الفيديو. تقدري تشربي الفيديو المشروب النهاردة عن طريق بارد أو ساخن، يعني سواء شربتي ساخن أو بارد، الاثنين لهم فوائد كبيرة جدا جدا. مشروب الكركديه من المشروبات اللي ممكن جدا تساهم بشكل كبير في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، كمان بيفيد صحة القلب، وممكن أن يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم ككل. بيساهم بشكل كبير جدا في التخلص من الإمساك المزمن وعلاج تقرحات الجلد، ومن أهم حاجة من المشروبات الجميلة جدا اللي ممكن تعالج علاج ضغط الدم لو انت خدتي بارد. كمان بينصح بتناول كميات بسيطة لدرجة مسموح بها للناس اللي عندها ضغط منخفض عشان يقدر يعمل توازن للضغط. بيقلل من نمو وانتشار الأورام داخل الجسم لأنه غني بمضادات الأكسدة اللي بتمنع تواجد الجذور الحارة. ليه فعالية كبيرة جدا في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم، ويعتبر من المشروبات اللي ممكن تساهم بشكل كبير في التخلص من المغص وألم البطن، لأنها بتحتوي على مواد مطهرة وبتساهم على القضاء على البكتيريا اللي بتعمل على تنشيط عملية الهضم. كمان بيحتوي على الأحماض ومضادات الأكسدة وفيتامين ج اللي ممكن يفيد الإنسان في علاج نزلات البرد. طبعا احنا زي ما احنا عارفين ان احنا الايام دي بنمر بكميات كبيرة جدا من الفيروسات، فاحنا بقدر المستطاع بنقدر نحافظ على جسمنا او مناعة عشان نقدر نحارب الفيروسات دي. كمان الكركديه من المشروبات المهمة جدا اللي بتعمل على التخلص من فقر الدم، وممكن تساهم في شكل كبير على الشفاء من الانيميا لانها بتحتوي على نسبة عالية من الحديد. الاوراق بتاعت الكركديه اللي احنا استخدمناها معاكم النهاردة جميلة جدا، ممكن تستفادي بيها كمان ان انت تقدري تلوني شعرك، لان الكركديه طبعا بيعمل على تغذية الشعر. طريقة التحضير سهلة وسبق وحضرناها معاكم بالفيديو، هو القليل من الاوراق على مياه باردة، او سواء كنت تشربها منقوعة او مياه مغلية لو تشربها ساخنة. مشروب جميل جدا، اهم حاجة ممنوع الافراط فيه نهائيا نهائيا نهائيا. دايما استعمله بحذر، كوباية مثلا في اليوم حلوة جدا، ما فيش اي منها ضرر ان شاء الله. الناس اللي عندها ضغط تهتم بشربها اكتر، ليه؟ عشان هو بيظبط عملية الضغط، بيخليه في المستوى الطبيعي للجسم. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.